المواضيع اللي تقريبا يعني الطفولة اللي كتكون يعني مؤنسا للأطفال والكبار اللي كتكون كيشوفوا الحياة ديالهم قريبة ليهم بحال مثلا يعني الطبيعة بصفة عامة كاين الأزهار كاين الفراشات كاين بعض الانطباعات اللي عندها علاقة بالأطفال والألعاب اللي لعبناها في الطفولة كيف حيث تطور ديك الشيء الطبيعة بمستوى كاينه واحد لا كومبوزيسيون يمكن تشوفوها كتعاود فيها الدائره وفيها شي حركه اما الشجره والقمر ولا الشمس والبحر هذا واحد لا كومبوزيسيون كيعجبني سليمان لوحة ديال سليمان لوحة ديالو لوحة ديال سليمان السمية ديال كاملة شنو انا عبرت لا الاسم ديال كاملة سليمان سليمان أقويز سليمان أقويز لوحة ديالو هي بحال هاد اللوحة نعم لوحة ديالك لوحة شيرنا هي مش المشاركة ديال سليمان أقويز لوحة ديال لوحة كلمة وريهم بيدك اللوحة ديالك انا عبرت على شنها ديك اللوحة هذيك ها القلم كلي عبرت على الادوات ديال الراس وانا عبرت على المنصور